عليكم البنات، انا امل من ناظور، بالضبط في ازغنغان. عندي محل ديال حوايج ديال الدراري الصغار والمكياج. بغيت نعاود لكم واحد الحاجه طرات لي هاد السيمانه مع واحد السيد داعي انه كي يبيع الحوايج بالجمله، ومن بعد كينصب على البنات. اول حاجه دخلت الفيسبوك ديالي، كنتصفح الفيسبوك بحال العاده، دخلت لواحد الجروب ديال بيع وشراء، لقيت واحد السيد ناشر الصفحه ديالو فيها مجموعه ديال الملابس ديال الاطفال اللي زوينين يعني مغريين. دخلت عنده الخاص كنهضر معاه، لقيت واحد الثمن رمزي اللي هو مغري الصراحه. المهم سولته على الاثمنه، من بعد قال لي غادي صيفط لي النمره ديالو ديال الواتساب. دخلت عنده انا الواتساب، بدينا كنهضروا، قلت له عافاك واش تقدر تصيفط لي السلعه واخا في هذا الظرف ديال يعني هذا الحجر الصحي اللي رحنا فيه وهذه الازمه اللي كنمروا منها في المرحله. قال لي راه غادي نقدر نصيفط لك. قال لي مهم جمعت معاه الكوموند، قال لي حددي شحال بغيتي، حددت معاه الكوموند. المهم جات قلت له صيفط لي الطوطال شحال غادي شحال ديال الفلوس، قال لي 2300 درهم غادي تصيفطي لي. قلت له واخا غادي تصيفط لي السلعه وفي امانه من بعد نخلص. قال لي لا سمحي لي، واش اول مره غادي تتعاملي معنا؟ خاصك تصيفطي لنا الفلوس الاول من بعد نصيفطوا السلعه ديالك. صافي واخا وافقت بحكم انني كان عندي الغرض في هذيك السلعه مع هاد الظرفيه هذه وكان العيد قرب. قلت له واخا. لا غدا ليه في 9 ديال الصباح مشيت فيرسيت له الفلوس، صيفط له ميساج قال لي واش صيفطتي لي الفلوس؟ قلت له اه، صورت له الورقه باش صيفط له الفلوس. من بعد قال لي حقا حتى الغدا وعاد غادي نصيفط لك هذاك الشيء، راه مشاو. قال لي حتى الغدا عاد غادي نصيفط لك هذيك السلعه، حيت مشاو الدراري لقاو المسؤول على الستوك ما كاينش. المهم صافي قلت له واخا. كان الجمعه نورمالمون الجمعه غادي يصيفط لي، صيفط له انا ميساج في الصباح قلت له عافاك خويا ما تنساش انك تصيفط لي السلعه اليوم. كنكتشف انه الواتساب ديالو ما بقاش خدام. دخلت للصفحه فين كنت هضرت معاه في الاول، لقيتو انهم بلوكيني. صبرت واحد الساعه، حطيت واحد المنشور في واحد الجروب ديال بيع وشراء على اساس انه واحد السيد نصب عليا. كنكتشف انه بزاف ديال البنات اللي تنصب عليهم من طرفه، وهذا السيد هذا كيقول لك انني من تطوان، وبزاف ديال البنات اللي طاحوا في الفخ ديال هذا النصاب هذا وصيفطوا له واحد المبالغ اللي هي مهمه. ودابا انا كنطلب من البنات ياخذوا الحذر ديالهم من هذا السيد هذا، راه من داك النهار من نهار الجمعه ليومنا هذا راه اكثر من 20 ديال الفيسبوكات اللي دار يوميا، كيحل مجموعه ديال الفيسبوكات، كيدير سميات ديال البنات وديال الدراري، وكيدخل يبارطاجي في كاع لي جروب ديال بيع وشراء، وكيصيفط لهم سميه وكيطيحوا في الفخ ديال هذا النصاب هذا. انا بغيتكم البنات اللي بغات دوموندي شي حاجه من مواقع التواصل الاجتماعي، من الافضل انه تصيفط لها السلعه في امانه وتخلص في امانه وتاخذ السلعه ديالها، باش ما يطيحوش في هذا الخطا اللي طحت فيه انا ومجموعه ديال البنات معايا. المهم انا راني درت به شكايه عند الشرطه هنايا في ازغنغان، وعمرت المحضر ديالي، وكنت مشيت ديجا للوفاكاش باش نطلب لاكارت ناسيونال ديالو اللي سحب بهم الفلوس يعني من اي مدينه، واش نيت تطوان او لا شي مدينه اخرى. بصح طلبوا مني انني ندير واحد الطلب للوكيل الملك ويكاشيه ليا، عادني قدر يكون عندي الحق باش نسحب لاكارت ناسيونال ديالي. المهم انا كملت الشكايه ديالي وكنستناو هذاك الطلب ديالنا يرجع من المحكمه باش نقدروا نسحبوا لاكارت ناسيونال ديالو. الرساله اللي بغيت نوجه للبنات كاملين كيما سبق ليا وقلت، خاصكم تاخذوا الحذر بزاف من هذا الشخص هذا اللي انتشر في كاع سميتو في كاع لي جروب ديال بيع وشراء. راه ماشي انا اول وحده وما كنظنش انني اخر وحده الى ما رديتوش البال اللي نصب عليها والمبلغ اللي صيفطلو انا ديال 2300 درهم، وكاينين البنات اللي عطاو قل وكاينين البنات اللي صيفطولو اكثر. كنتمنى ان البنات اللي كيديروا التجاره هكا صغيره في الاخر في مواقع التواصل
التواصل الاجتماعي واللي كيشريو من المواقع وياخذوا ويردوا البال مزيان.